دكتور وليد، بالنسبة لك النتيجة منطقية أو المنتخبات المتأهلة هي المنتخبات اللي تستحق الحصول على فرصة المنافسة على الخمس تذاكر الأفريقية؟ هو منطقي طبعا، لأننا المفاجآت الوحيدة اللي حصلت، أو مش هنقدر نقول مفاجآت، لكن المنتخبات الكبيرة اللي خرجت كانت في مجموعة بتضم منتخب آخر كبير. يعني كل المجموعات اللي فيها منتخب مرشح فوق العادة، مرشح وحيد، هو المنتخب اللي صعد. بدليل مثلا إن احنا كنا قعدنا لآخر لحظة بنترقب مين ممكن من التصنيف الأول يخرج علشان احنا ندخل عليه تصنيف أول. كل منتخبات التصنيف الاول حجزت اماكنها. المجموعه اللي كان فيها منتخب مالي ما كانتش مجموعه قويه، كان فيها اوغندا وكينيا ورواندا، فمنطقي مالي بالتيم اللي موجود حاليا كان هو المرشح، وبالتالي صعوده كان منطقي. المجموعه اللي كان فيها بنين وكونغو الديمقراطيه، كان الصراع ما بين بنين وكونغو مستوى متقارب، الكونغو حجزت مكانها. لكن احنا خسرنا منتخبين كبار اللي هما منتخب جنوب افريقيا اللي لسه، وطبعا انت وفاروق كنتوا بتتكلموا ان الخروج كان غريب جدا. مش الخروج غريب، غانا طبعا منتخب كبير وكل شيء، لكن انه يصعد لدور تاهيلي في كاس العالم بضرب الجزاء، يعني اللي هي ما فيهاش ذره شك، اللي هي مستحيل الحكم يشك انها ضرب الجزاء عشان نقدر نقول ده قرار مثلا راجع لتقدير مش تقديري تماما طبعا. احنا كلنا شفنا اللقطه. طيب انا